السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة دائما. مرحبا بكم في قناة أم سانسون. اليوم بغيت نوجد معكم واحد تحلية بالفواكه والحليب. المقادير على الشكل التالي، جد بسيطة وكتجي منعشة. عندي جوج كيويات وشوية ديال الفريز وجوج ديال البنانات، وعندي شويه ديال واحد جوج معالق كبار ديال السنيده، وعندي جوج ساشيات ديال الفلان، وعندي طراد الحليب اللي درتو يغلي كما كتشوفوا. غادي ناخذ دابا ونقي الديسير ديالي، غادي نحيد هاد السبل بحال هكا. نقي هكذا، غادي نقي هاد الديسير كامل ونرجع معكم ان شاء الله بحول الله. غادي نقطع البنان ديالنا دوائر بهاد الشكل، شويه ديال الحامض باش ما يتاكسدش معنا. غادي ندير الفواكه ديالي في القاع ديال المول على هذا الشكل. نتوما كديروا الفواكه اللي نتوما بغيتو، ماشي ضروري تقيدوا بالفريز والكيوي. الفواكه كلها يمكن لكم تضيفوا حتى الفواكه الجافة بحال القرقاع بحال اللوز. انا غادي نكمل هذا الديسير بالطريقة. من بعد ما درنا الديسير في القالب اللي غادي نديرو فيه الفلان، غادي ندوز دابا باش ندير السكر في الحليب. جوج معالق كبار انا درت فيه طرد الحليب، وغندير جوج ساشيات ديال الفلان. باي نكهه كتفضلوا نتوما، صافي كنخلطو مزيان. ندوبو ديك السكر السنيدة وديك الفلون ما يبقاش يكركب. صافي كنخلطو مزيان هكا.
شي ديك السكر داب وكندوزو باش نخويوه على الديسير ديالنا. هادي سخونه جاتني ليد ديال الكاسرول سخونه، ندوز باش غادي نخوي الحليب ديالي. هاد القالب عندي انا صافي، بقى هاديك في القاع ديك الفلون. انا غادي نضيف عليه اويو هكا من الفوق، يمكنكم ديروا اي بسكوي عندكم متوفر عندكم في البيت، يمكن لكم ديروه. صافي غادي نغطيه فيلم اليمونتير وغادي نخليه حتى يتماسك وغادي ندخلو للثلاجة يبرد، من بعد ساعتين المكانة كيكون واجد. يمكن لكم تزيدو بالشوكولا الدائبة أو لا بفواكه جافة أو اللي حبيتو، أنا فضلت نزينو بهالطريقة بلي فخوي النيت اللي في قلب منو. اللي عجبو الفيديو ديالي دير لي لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي، وشكرا على المتابعة ودمتم في حفظ الله إلى فيديو قادمة إن شاء الله، وشكرا على المتابعة بزاف، شكرا لكم.